عادش فما منافس مغمور افريقيا انت ما عادش في الكوره معناتها ما عادش فما فريق ضعيف فريق قوي. انت تحب ترد قوي ولا انت تحب ترد ضعيف؟ كان سجلنا الاهداف اللي جانا في الشوط الاول رانا يمكن معناتها كملنا بخمسه ولا سته اهداف. اون اراتي بوكو دوكازيون في الشوط الاول دوزيام ميتون عملنا دوزيام ميتون كاتاستروفيك. ميم لي شونجمون بالنسبه لي لينا زوز جوارات دو جون عملوا دخله خايبه برشا اما لازمنا نحميوها خاطر لاكاليتي موجوده لازم ياخذوا اكثر طون جو لازم يغلطوا باش يكبروا. انا القروي بوتيتر بالنسبه لي اكثر ملاعب يتظلم في الفريق هذايا عنده البوتنسيال باش يمشي لبعيد وباش يعمل كارير كبيره وينجم يجيب برشا القاب للنادي. ظهر لي بليز امبورتون اليوم ظهر لي 3 بوان كما تعرف اول ماتش في دوري المجموعات مش باش يكون ماتش سهل خممنا اكثر في النتيجه صحيح على قدامك سيتو في الدوزيام ميطون ما عملناش الميطون اللي كنا نحبوه مي يعني فما برشا حاجات باهيه عملناها اليوم وكيف كيف فما حاجات خايبه نخدموا عليهم وان شاء الله يعني في كاش نصلحوهم في قادم جولات ان شاء الله. سي سي اس مش يتعاقد معي طرف فني جديد لا احنا كجوارات ما يهمناش في الحكايه هذوما ظهر لي احنا يهمنا في التيرا اللي يجي مرحبا بيه نعاونوه واللي كان معنا نشكره برشا ويعني وربي ما نسكر له كاو زعما انت هذوما ياخذوا ياخذوا كونفيونس في روحهم يولوا يحبوا يكاوروا ويحبوا يمشيوا قدام مي تعرف سيرتو الجورني الاولى في الكاف ولا في مسابقات هذوما يلزمك تبدا بربح الحمد لله بدينا بربح كما تعرف مازال تعدنا نقايص لازمنا نزيدوا نخدموا على روحنا ان شاء الله مع ستاف جديد يجي الصف الجديد هذا نزيدوا نتحسنوا نزيدوا نمشيوا لقدام ان شاء الله. المهم اللي نحن انتصرنا وماك تعرف الفاز دي بول معناها ليكيبيت الكل فرد نيفو ومعناها عملنا برومي ميتون بي برشا ضيعنا برشا فرص خلقنا برشا فرص ضيعنا ماركينا واحده الحمد لله معناها 3 بوان معناها نبداو بهم معناها وان شاء الله في قادم الجولات ان شاء الله اداء ونتيجه خير من هكا معناها. بالنسبه لي لك نشوفك مره في تشكيله اساسي مره في بنك الاحتياط وممكن حتى مورالمون انت عشت فتره صعيبه هكا ولا والله صحيح هذه خلقتني برشا مش واحد معناها كيما يبدا ستابل في ليكيب تيتولير معناها يبدا الروندمون تاعو طالع كيما معناها مره هكا مره هكا مش مشكل ان شاء الله واحد يريكوبيري في قادم الجولات خاطر ماك تعرف مون كومبيتيسيون معناها نجم واحد يطيح برشا الروندمون تاعو معناها اما معناها الحمد لله معناها ان شاء الله واحد يريكوبيري في قادم الجولات ان شاء الله. بالنسبه لي لك انت استقاله ولا اقاله كريم؟ لا استقاله عادي معناتها استقاله علاش؟ علاش تنجم تسال الاداره ما عندي حتى مشكل. هي استقاله يعني انت استقلت؟ مش استقاله اقاله سامحوني اقاله اقاله كيف هي اقاله ولا استقاله ما عادش موجود في النادي الرياضي الصفاق سي بون عطوني ان بروجي جي ريفوزي معناتها البروجي الجديد اللي حطاه لي الرئيس جيت على مهمه وفات مهمتي اول حاجه مبروك الكريم البوست جديد كريم النفطي ان شاء الله معناتها ينجح جو سوي سور اللي هو باش ينجح جو سوي سور هو اللي باش ينجم يعاون بالاكسبيريونس الكبيره اللي عنده كملاعبي ان شاء الله مع الاطار الفني البرتغالي النادي الرياضي الصفاقسي يتحسن خاصه كرويا خاطر باللي شفناه من اول الموسم ما لعبناش كره باهيه ما خدمناش برشا باش نجموا نحسنوها زاد هذه دونك انا بالنسبه لي ايشيك كبير في الشيء هذا بوتيت تحسننا في البلاسمون ديفونسيف وفي لي بال اريتي مي سي بو كي تلعب في النادي الصفاقسي لازمك تفرض الوانك لازمك تلعب كوره مزيانه ما وصلناش باش نوصلوا نعملوها وسورتو ما خدمناش برشا في التمارين باش نحسنوا الشيء هذا. اطار الفني الجديد مش تصير باساسيون ان شاء الله؟ والله ما علموناش على الباساسيون كان عيطونا موجودين فما مالك بوتيتر اللي ينجم يعني يعمل باساسيون سي ان ديريكتور سبورتيف معناتها يعرف كل صغيره وكبيره واذا موجودين احنا في خدمه النادي في كل وقت جينا على فتره وفال مكتوب ان شاء الله النادي الصفاقسي في ان شاء الله في شهر نوفمبر تحصل على الكاس الافريقي هذه.